يقول اشتريت مزرعة من مالي الخاص والذي أشقى به في الخارج، وكتبت المزرعة بعقد رسمي باسمي، فهل والدي وإخوتي البنين والبنات لهم حق في هذه المزرعة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، والدك لهم حق، لهم حق أن يأكل منها، أنت ومالك لأبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه. يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فللوالد أن يأكل منها ويستفيد منها، وله أن يأخذ منها ما لا يضرك، يأخذ منها ما لا يضرك، فاكهة، فاكهة، تمر، حبوب، شيء لا يضرك. أما الذي يضرك يضر عينك، لا، لا يخشى يضرك. أما أخوانك وأعمامك، لا، ليس لهم إلا بإذنك. جزاكم الله خيرا.